مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم رايحة نديكم معايا لمدرسة الآفاق لتعليم السياقة. كما راكم تشوفوا رايحة، أول حاجة نعطيها لكم هي الطريق باش تعرفوا ليكول قد وين جاية، كما راهو لوتيل زيدان، ونكملوا تو دروا حتى للفيغوج. كما راكم تشوفوا رانا نتبعوا في السيارة، ومن بعد مع الفيغوج ندوروا لاغوش تكملوا طول توصلوا للجمارك. كما راكم تشوفوا مع الجمارك دوروا على اليمنى، ومن بعد تزيدوا دوروا الدوره الاخرى على اليمنى. مدرسه الافاق لتعليم السياقه توفر لكم ممرن وممرنه للنساء. المره اللي فاتت مش قرينا الاشارات المرور، قرينا كامل خلصناهم، وقرينا حالات الاولويه للتقاطعات، شكون اللي يمشي قبل خوف. قبل ما نلحقوا لي كيستيون رايحين نديروا مراجعه على واش قرينا. نبداو كل وحده فيكم تعقب لنا صفحه تقرا اشارات المرور كامل كما راهم، وتعقب لي في التقاطعات كامل، وتعقبوا صفحه بعدها صفحه. هكذا كي تكون غلطه ولا وحده نسات بلاكه ولا نسات حاجه راه نصحوا لها. راحي اول حاجه رايحين واش راح نديروا، رايحين لهنا نديماريو في الطلعه. الاكثريه عندهم الخوف في الطلعه، كاين اللي خاف تكليل وكاين اللي خاف تولي له اللورا. رايحين نديماريو، اول حاجه واش نديروا، كلينيو تاع لاغوش باه الناس تعود على بالها بلي كي خارجه. اومبرياج بريمير، حطي يدك على الفرامه ما تهبطيش حتى نقول لك. واش نبداو؟ اول حاجه نبداو بها هي الاكسيليراتور. اكسيليري، تشوفي شوفي في الطابلو تعود اي دمي، اكسيليري زيدي شوي اي دمي حبسي، ومن بعد هزي رجلك شوي على لومبرياج حتى تسمعي الرنه تاع الموتور تبدلت. زيدي شوي، هبطي الفرامه، هبطيه بالعقل. ما معليش تبلهي لاغوش تاعك كش من جاي، تبقاي ماكسيليريا، زيدي روح في لومبرياج، تبقاي ماكسيليريا لومبرياج تهزي بالعقل. هنا 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 بطقي لومبرياج، كي يعود عندك ليستا ما تخرجيش للطريق، ديماري في بلاصتك وخرجي بشوي. كاري كلينيوتير، تبلهي لهنا تاكسيليري في طرا، نو تاكسيليري، تبقاي ماكسيليريا، توصلي للتروطوار لومبرياج والفرن. مدرسة الآفاق توفر لكم تكوين جيد سواء نظري أو تطبيقي، ولأي استفسار راح نخلي لكم نيميرو تليفون في الفيديو.